رئيس لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في البرلمان العراقي النائب الشيخ عدنان الجحيش. مرحبا. الله بحييك دكتور ويحفظك. تحدثت مع مسؤولين أبنائهم تعاطوا؟ نعم. وهم تحدثوا لك؟ لا لا، هم جو تحدثوا لي. احنا مسكنا 4 مصانع بالعراق، مصنع في السليمانية، نعم، مصنع في السماوة، نعم، واحد بالنجف واحد بالبصرة. بالنجف؟ نعم، معمل السليمانية طبعا معمل متطور جدا. يعني احنا بالمخدرات دولة منبع، دولة ممار، دولة مصاب، صانع ومصدر ومستورد، ومن الدول الكبرى المستهلكة المخدرات. اكو نوع من المخدرات مثل الخشخاش تزرع؟ توجد زراعة، لكن هل تمسك زراعة حتى نتكلم بشكل رسمي؟ دخلت المدارس لو ما دخلت المدارس؟ نعم دكتور، دخلت المدارس، وصلت الى مدارس الابتدائية. بيجي حفيدك يمشي يتطاطح بالمعنى العامي، شو يصير بحالك؟ زين وين الإدارة؟ من أدز علي أحكي وياه، والله يا دكتور عدنان أنا خاف من فضيحة، سمعة المدرسة أو يقاوموني. يقاوموك؟ نعم أو يقاوموني. المعلمين هم يبيعوها للتلاميذ؟ نعم.